يكون أدائهم مغاير ومميز بهذا المرحلة. هم شجعان ومدرب كفو، وإن شاء الله يقدمون الأحسن والأحسن، وإن شاء الله يبيضون وجه العراقيين، وإن شاء الله وجه العراقيين أبيض. السلام عليكم. السلام. أمنياتك لسود الرافدين بهذا المهمة؟ والله أولا شكرا لقناتكم الكريمة. ما أعتقد أكو عراقي يحب بلده ما يحب أنه يكون بلده في المقدمة في كافة المجالات، وبالذات المجال الرياضي، لأن المجال الرياضي حقيقة هو يعني يسمو فوق كل شيء، لأن الرياضي يسموه سبورت، يعني حتى تعامله مع بقية أبناء مجتمعه يكون بصيغة جميلة ولطيفة. ولهذا أنه احنا عاصرنا يعني حقيقة يعني عمرنا عاصرنا فترات طويلة ومباريات كثيرة للمنتخب العراقي. فعلا عبارة أسود الرافدين يستحقها الفريق العراقي بكل جدارة. حقيقة يعني مشاعر لا توصف، أنه أكيد من ينتصر الفريق العراقي ويفوز في مباريات الخارجية هذا يعطي فتح حافز للمواطن العراقي أنه فعلا أنه بلده في أمن وأمان واستقرار، وأنه القادم أفضل إن شاء الله، لأنه حقيقة المواطن العراقي يعيش من إحباط كبير، وتعرف الترهاصات الحالية، ولكن أنه إن شاء الله بفوز المنتخب العراقي وتأهله إلى الكأس العالم أكيد راح يعيد الأمل في نفوس العراقيين، ويعيد البهجة والفرحة إلى العراقيين الذي حرمها منها من فترة طويلة. حقيقة نياتي أني جعل البسمة على وجوهنا ويفرحونا، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق والنجاح بحق الحسين ان شاء الله. النتيجه راح تكون يعني والله النتيجه بعد ظلت يم هم وضميرهم، بعد هم وتمرينهم، هم ولعبهم، هم وثقه نفسهم بكره القدم، يعني ما اقدر احكم هيك واقول لك لو فشي. اتوقع الفوز راح يكون عراقي ان شاء الله. ان شاء الله عراقي، حتى لو نقول فشي يقول عراقي ان شاء الله. المنتخب كلهم ان شاء الله متفائلين بالمنتخب وبالوجوه الجديده وبالمدرب الجديد، ويا الله ان شاء الله نصعد ان شاء الله كاس عالم واحنا قدها ان شاء الله. كل الشعب العراقي، كل الكرنفال العراقي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب مترقب إلى يوم 2/9، وهو المباراة بين العراق وكوريا الجنوبية. نتمنى الفوز لأسود الرافدين من أجل إدخال الفرحة والبهجة في نفوس كل العراقيين، لأن هذا النصر يمثل كرنفال عراقي لكل القوميات وكل المذاهب وكل الأديان، أنه نصر يمثل واجب وطني وواجب شرعي من أجل الوصول إلى مرحلة متقدمة في كأس العالم. أكيد احنا ننتظر صعودنا لكأس العالم، يعني آخر سنة صعدنا بها تقريبا بسنة 86، إن شاء الله يحققون المطلوب، منتخبنا الوطني ما يقصرون إن شاء الله، ومدربنا إن شاء الله الهولندي الجديد يعني قام يستحدث اسماء جديده والمغتربين، ونتمنى خير ان شاء الله. تعتقد راح يكون اداء الاسود بهذه التصفيات الحاسمه مغاير لما قدموه بالتصفيات السابقه؟ والله نتمنى خير ان شاء الله، ما يقصرون اسود الرافدين، وامنا بهم كبير تسهيل الله. تبقى قلوبنا مع اسود الرافدين بهذه المهمه الوطنيه الحاسمه اللي ينتظرها كل الشارع العراقي والشعب العراقي، نتمنى التوفيق لأسودنا بهذه المهمة. إن شاء الله النصر والفوز يكون حليفهم بكل مواجهة. مشاهدينا الأحبة، إلى هنا تأتي نهاية جولتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي أنور صباح، وخلف الكاميرا محمد طه. في أمان الله.